كمان سيادة الرئيس أكد استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل المساعدات دي لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري. ووضح سيادة الرئيس بأن مصر لم تقم بإغلاق المعبر منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حالة دون عمله. وأكدت مجددا استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك، أخذا في الاعتبار أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني المعبر حال دون عمله. كما أكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. وأكدت في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني. واسمحوا لي هنا، أنا تحدثت مطولا معالي المستشار في هذا الأمر، وأكدت أن تصفية القضية الفلسطينية أمر غاية في الخطورة، وأنا يعني هشرح كثيرا في هذا الأمر، لأن احنا نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر. وهنا أنا هتكلم بمنتهى الصراحة لكل من يهمه السلام في المنطقة وأهمية إن ده ما نقبلوش كلنا، مش بس في مصر. نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار مسار خيار استراتيجي نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام إليه.